تفاصيل اكتر بينضم لنا على تليفون كابتن هاني مجدي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للفروسيه. صباح الخير عليك يا كابتن، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير كابتن. بدايه لما نيجي نتكلم، يعني نجاح كبير للبطوله العربيه العسكريه للفروسيه واللي نظمتها القوات المسلحه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايف الاجواء اللي موجوده وشايف ردود الافعال على نجاح البطوله دي؟ اولا بشكر حضراتكم جدا على التغطيه الجميله اللي حضرتك عملتوها للبطوله. شكرا. وحقيقي انا عايز اقول بس كلمه، فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضه المصريه وراعي رياضه الفروسيه فعليا على الطرح اللي هو اتعمل في مصر، وده نتاج يا فندم البنيه التحتيه اللي اتعملت خلال الفتره السابقه اللي احنا بنجني ثمارها دلوقتي. يعني حضرتك لو حضرتك شفتي المكان في مدينه مصر الاولمبيه عامل ازاي، من تجهيزات، من اراضي، من اوتيلات، حاجه فخر فعلا ان احنا نقدر نعمل بطولات اولمبيه وليس دوليه فقط. يعني مصر دلوقتي دخلت على الخريطه الاولمبيه يا فندم. عظيم. طيب لما نيجي نتكلم يا فندم عن فعاليات هذه البطوله بالتفصيل وازاي وصلنا لهذا الشكل، وكنت حضرتك بتتكلم يمكن عايزين يعني مزيد من التفاصيل عن استقبال نادي الفروسيه الجديد في العاصمه الاداريه لهذه البطوله المهمه والاستثنائيه. تمام يا فندم. البطوله حضرتك دي يعني احنا بقى لنا فتره كبيره دلوقتي بنجهز للبطوله، حضرتك شايفها بالتعاون طبعا القوات المسلحه متمثله في اداره المدرعات في جهاز الرياضه القوات المسلحه، وزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، اتحاد مصر الفروسيه. يعني عايز اقول لحضرتك منظومه كامله طبعا بيروسها سياده الرئيس. انا عايز اقول لك ان احنا يعني سياده الرئيس كان بيتابع الموضوع بصفه اسبوعيه فعليا، يعني بنفسه عايز يعرف اللي تم ايه اول باول، عرض التقارير على سيادته بما تم من اجراءات، نظام العمل ايه، الوفود المشاركه ازاي، كم عدد الوفود، تنظيم غير عادي من اول الوفود ما جت ارض الوطن الى مغادرتها عن طريق طبعا نقدم الشكر لوزاره الداخليه حقيقي على النظام اللي كان معمول وتسهيل كافه الاجراءات للوفود المشاركه يا فندم. فالموضوع خد يعني شكل كبير جدا من جميع الهيئات عشان يوصل للي حضرتك شايفه والمنظومه الناجحه دي اللي تم ختامها امبارح يا فندم امس. طيب احنا شفنا في منافسه لمصر وفوز لمصر في المراكز الاولى في البطوله، خصوصا بعد التالق في فروسيه قفز الحواجز والحصول على المركز الاول. مظبوط يا فندم. احنا عندنا دلوقتي منتخب عسكري قوي جدا بقياده السيد العقيد محمد البرعي. المنتخب ده بيعد بقاله فتره كبيره جدا علشان يوصل للمستوى اللي حضرتك شفتيه، بالتعاون مع اتحاد مصر الفروسيه طبعا برئاسه الدكتور اسماعيل شاكر. الاتحاد في ثوبه الجديد زي ما بنقول دلوقتي، الحمد لله عندنا تطورات، عندنا نظام عمل جديد، خطه عمل جديده للفروسيه بكافه انواعها. ويمكن اقول لحضرتك سبق لسيادتك ان احنا عندنا ان شاء الله منظمين سبق اللي هو القدره والتحمل اللي هو الانديورنس، ودي يمكن كان بقاله فتره كبيره لم يفعل في مصر. ده ان شاء الله يبقى يوم 3/5 باذن الله وينطلق من مزرعه رباب للفروسيه. عظيم. ودي دعوه للناس انها تيجي تشوف القدره والتحمل، لان قدره التحمل دي حضرتك برضو بتمثل جزء تاني خالص ان احنا بنعمل تنشيط للسياحه المصريه عن طريقها يا فندم. طبعا طبعا. طيب لما نتكلم واحنا بنتكلم طبعا عن مستوى مصر في هذه البطوله، التقاط الاوتاد للفرق، مصر حصلت على المركز الاول بنتيجه 565 نقطه، الاردن جت في المركز الثاني، ومن بعدها جت السعوديه في المركز الثالث. لو حضرتك تكلمنا بشيء من التفصيل عن هذا الختام. التقاط الاوتاد يا فندم، يمكن احنا يعني جمهوريه مصر العربيه يعني عايز اقول هي استاذه التقاط الاوتاد فعلا، ويعني عندنا فريق قوي جدا من القوات المسلحه والشرطه، والفريق ده برضه زي ما سيادتك شفت حصل على اعلى نقاط لان هو فعلا فريق مميز. وبرضه نفس الكلام يا فندم، هو ما فيش نجاح بيتم الا بمنظومه. صحيح. يعني اي نجاح بيتم يا فندم لازم يكون منظومه عمل مشتركه من جميع الجهات. في تكاتف من كل الجهات المعنيه. بالفعل يا فندم. بالفعل يا فندم، المنتخب بالقوات المسلحه ومنتخب الشرطه اللي هو قائم على رياضه الاوتاد منتخب قوي جدا، وخيولنا خيول العربية الأصيلة دي من دخلها في لقاءات الأوتاد طبعا حاجة احنا بنحافظ على الخيول العربية الأصيلة، فبالتالي بنبتدي نظهرها في البطولات الدولية عشان يبقى الناس عارفة النسب بتاع الحصان المصري الحصان العربي جيد ازاي.
طيب فكرة التواجد فرسان وفارسات من مختلف أماكن العالم، إحنا كانت البطولة دي مليانة بالفرسان من مختلف الأماكن، إحنا إزاي قدرنا نوفر بقى ونقدر نوري الناس الإمكانيات اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها؟ يعني إحنا بنتكلم في الفنادق اللي كانت موجودة، البنية التحتية الموجودة، كل الملعب طبعا اللي كان أو المضمار، يعني إحنا بنتكلم في حاجات كلها جديدة وعلى مستوى عالي جدا، ده إزاي انعكس على مستوى البطولة وده يفرق عالميا في سمعة مصر إزاي؟ سؤال مهم جدا لحضرتك، حقيقة سؤال مهم لحضرتك بتقوليه، لأن يا فندم فعلا إحنا النهاردة بدأنا إن إحنا ننظم البطولة بدعوات لمشاركات للفرق اللي هي الحاج شفتيها، وإن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية إحنا عندنا فرق أكبر وأكبر. دي كانت مرحلة أولانية طبعا لافتتاح مدينة مصر الأولمبية الفروسية، فكنا بنشوف زي ما سيادتك قلتي رد فعل الدول المشاركة إيه، بنشوف رأيهم إيه، اللي تم إيه، ملاحظاتهم إيه على اللي إحنا عاملينه في جمهورية مصر العربية من بنية تحتية، من إجراءات، من تنظيم البطولة زي ما حضرتك شايفاه. يعني أنا بنحاس شوية طبعا كفارس قديم وعضو مجلس إدارة الاتحاد الفروسية، وبتشرف إن أنا يعني مصري، ده نمرة واحد حقيقي، بتشرف إن أنا مصري، لأن شفت حضرتك منظر عرس، يعني حضرتك لو شفتي الافتتاح اللي تم في البطولة هتلاقي عرس اتعمل بحضور سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس لو حضرتك تشوفيه كان يبقى باين عليه الفرحة والسعادة على الإنجاز اللي سيادته عمله، ما ده برضه يا فندم دي نتيجة إنجاز اللي تم ده حضرتك. المفروض المشاركة، إحنا إمبارح كنا في الختام في حفلة ختامية بسيطة للوفود المشاركة، حضرتك إحنا كنا قاعدين مع بعض في جو عائلي وجو أسري بنسمع منهم الإنجازات اللي بيحكوا لنا عليها في مصر، وإن مصر في حتة تانية خالص، وإن مصر تطورت سواء على المستوى العام والمستوى الرياضي بشكل جميل جدا، فكنا فعلا في فخر إمبارح وإحنا يا فندم في الحفلة الختامية. جميل جدا يا فندم إحنا نكون بنسمع لآراء الناس، بنشوف ملاحظاتهم، بنشوف تعليقاتهم، وحاجة من الحاجات الجميلة كمان يمكن احنا عارضين دلوقتي الصور على الشاشة، الرحلة بقى أو الزيارة الجميلة للأهرامات والمتحف وتنسيق هذه الزيارة عشان برضو يشوفوا كافة الجوانب اللي موجودة في مصر. يعني نتكلم زي ما حضرتك قلت إن شفنا تعليقاتهم على البنية التحتية والمستوى الرياضي وما قدمته مدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة، كمان رحنا في زيارة سياحية جميلة كده للأهرامات. أنا عايز أقول لسيادتك يا فندم على الجولة التفقدية اللي عملناها للفرق المشاركة والوفود، إن في بعض منهم أول مرة يشوفوا الأماكن دي. يعني هم يعني اسمعوا عنها بس. أول مرة يشوفوا الأماكن دي، فكان بالنسبة لهم فعلا يعني، والتقاط الصور والتقاط الفيديو والكلام ده كله يا فندم ده هيعاكس عليهم لما يرجعوا بلادهم. هم هيحكوا على مصر. إحنا هي مش مسألة رياضة بس يا فندم، مسألة ان انت بتقولون مين مصر على الساحه وعلى الساحه العربيه والساحه الدوليه، كل ده يا فندم مهم. الرياضه ما هي الا وسيله لتوصيل مين هي مصر يا فندم. النهارده لما الوفود دي تيجي تشوف وتصور وتروح تشوف الاهرامات وتشوف المتاحف وتشوف الامن والامان في بلدنا يا فندم، دي حاجه مهمه جدا. ماشيين باريحيه، ما فيش مضايقات، ما فيش اي حاجه، كل الناس متعاونه معاهم، الشعب في الهرم في الاهرامات في المتاحف بيقدم لهم كل الترحاب. فدي يا فندم برضو ده دليل قوي جدا ان احنا في مصر بلد الامن والامان حقيقي يا فندم. اكيد. طيب لما نيجي نتكلم عن ازاي البطوله ساعدت في انها تعمل نوع من انواع الاثراء لهذه الرياضه، بالاضافه كمان انه البطوله العربيه بتعمل نوع من انواع الحراك كده على المستوى الشعبي ما بين الدول العربيه المختلفه، ده بيعمل ايه بالنسبه لسوق رياضه الفروسيه في العالم كله؟ زي ما قلت ستك يمكن في اول اللقاء، دلوقتي احنا بقينا على الخريطه الدوليه، ودي حقيقه يعني بالذات في رياضه الفروسيه وتحت اشراف معالي الوزير اشرف صبحي، طبعا يعني الراجل مهتم جدا بالرياضات وبالاخص رياضه الفروسيه برضه يا فندم. الفروسيه دلوقتي في مكان تاني خالص في ظل الاتحاد الجديد برئاسه الدكتور اسماعيل شاكر، ويعني واعضاء مميزين جدا في الاتحاد. الاتحاد كل الشغل الشاغل يا فندم بتاعه دلوقتي اللي حضرتك شفتيه، ان احنا نتعاون مع كافه الهيئات سواء القوات المسلحه الشرطه، هذه التعاون مع وزاره الشباب والرياضه طبعا الجهات القوات المسلحه، كل التعاون ده يا فندم هيؤدي ان الرياضه اولا هتنتشر اكتر واكتر بشكل عام ثم بشكل دولي. يعني احنا ان شاء الله كان في من ضمن البطوله اللي معموله في البطوله العسكريه كان عندنا بطوله الدوري العربي المؤهله للدوري العربي للناشئين،
كان عندنا بطولات اللي هي الجمهوريه، كان عندنا بطوله الاوتاد، كان عندنا بطوله عربيه عسكريه، كل ده يا فندم كان مجتمع في بطوله واحده اللي هي في مصر الدوليه الفروسيه. الاهم من كل ده يا فندم دلوقتي ان احنا عندنا حاجه ثانيه مهمه قوي لازم الناس تعرفها، ان احنا عندنا اكبر مربط للخيول العربيه في العالم دلوقتي. يعني دلوقتي عندنا اكبر مربط للخيول العربيه في مدينه مصر الاولمبيه. يعني حضرتك لو شفتوه ونزلت وصورت المكان اللي فيه الخيول العربيه دي. والخيول العربيه ليه بنقول كده يا فندم؟ علشان هي الخيول العربيه الاصليه المصريه، احنا سباقين في هذا الموضوع. صحيح. وبالتالي دلوقتي تعليمات سياده الرئيس في هذا الموضوع الحفاظ على نتاج الخيول العربيه والانتاج بتاعها من اجراءات، من مستشفيات بيطريه، من عنايه كامله، بحيث نبتدي يا فندم نبتدي نصدر الحصان العربي بره تاني، وده نوع من الترويج ماليا وسياحيا واجراءات ثانيه خالص يا فندم. صحيح بكل تاكيد. وزي ما حضرتك قلت احنا عندنا البنيه التحتيه لهذه الرياضه المهمه، عندنا الخيول العربيه الاصيله، عندنا كمان الفرسان اللي ما فيش زيهم في العالم كله. كل الشكر لحضرتك كابتن هاني مجدي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للفروسيه.